ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ محمود جيمز. النهارده هنلعب لعبه ستريمر لايف سيموليتر. طبعا يا جماعه، فكره اللعبه دي انها هبقى ستريمر، اللي هو يعني راجل بيعمل بثوث بقى وكده. فيلا بينا نبدا يا جماعه. هنا عندي كلب منبه كده، جاب لنا دوشه كلنا. كلبو بكيوت اسكبا. فين المنبه ده؟ ايوه ده في موبايلي صح؟ بيتهيألي كده. على القرف، ايه ده؟ المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ تيك تو موسى. ايه؟ اكلم موسى. تمام، شكله تحت. اهو زيك يابا. الله يخرب بيتك، انت راجل ليه؟ شكلك ايه ده؟ جان شوت ذيس بليس. انا هضغط جن شوت. هير ذا سم جن شوت. نو نو نو، فكرة هي كده ملهاش لازمة. مش عارفة بقوله ايه. ما علينا، بس يا جماعة نخلص المكالمة العبيطة دي. انت تمام؟ اوكي، عندي هنا كمبيوتر. المفروض ان انا هنقل الكمبيوتر ده تقريبا. الحاجات دي تقريبا. طيب انا عندي شنطة هنا. تري ده في هنا. تمام، تري دي كمان في الشنطة. تمام، هتلاقي دي كمان الشاشة. تمام، ما علينا، بس الإعلانات دي. نفتح الشنطة. احنا معانا فلوس حلوة، مش وحش. مش عارف الحاجات دي بالظبط، بس شكلها ملهاش لازمة يعني. تمام، نبقى نرجع لها لو احتاجناها كده. باب الخروج. تمام، ده انظر البيت من بره. ما علينا. تمام، دي عربيتي، عربية على الله، حكايتها على الاخر يعني. ماشي، احنا نقدر نحط فيها هنا حاجات كتير. حلو، احنا نحط كده كل اللي معانا في الشنطة، وبالمرة بقى نخش ناخد بقية الحاجات دي نوصلها. يا جماعة حطينا الحاجات في الشنطة اهو، نتأكد كده. تمام، كل حاجة محطوطة. خش العربية نتعبها اللي حاصل. علينا، هي العربية طلعانة هنا. وطبعا يعني يا جماعة الجودة بتاعت اللعبة مش أحسن حاجة، بس مشوها بقى يا جماعة. اللعبة دي معقدة جدا، فاحنا ايه، ممكن ما نكملش في السلسلة يعني، ممكن ما نكملش في اللعبة. تكتبوا لي في التعليقات لو لقيت الفيديو ده جايب لايكات كتير هنستمر في السلسلة، لكن لو ما لقيتوش فلا خلاص هستمر، لان اللعبة الصراحة صعبة نوعا ما. فانا هحتاج يعني ايه، هعرف شوية معلومات فيها زي ما عملنا في لعبة تريدر ليف سيميليتر. بالنسبة يا جماعة لعبة الانترنت كابسن ليتر تور، فما تقدقوش هنزل لكم فيديو ليها بكرة او بعده. كان هو بيدور رايح فين يعني؟ ايه، في فيديو في فيديو ممكن كن نزل لكم عن لعبة تريدر ليكس بليتر قبل الحلقة دي، ممكن يكون نزل لكم قبلها. فيعني بعد بقى الفيديو ده، بعد ما الفيديوهين دول ينزلوا، فايه ساعتها هنزل لكم فيديو على الانترنت، عشان انتوا برضو يعني ايه بحس ان في عليها تفاعل. تمام، الراجل مش جعان، مفيش حاجة يعني اصلا. تمام، ده البيت.
شكلنا كده هنحتاج نظبطهم. تمام، ده كان نحطه. بصوا، ممكن ده هي تبقى أوضة النوم، هنا هو الحين، وهنا بقى المكان اللي هنصور فيه. تمام، حط لي دي هنا. نشوفه يعني، ده انا بادئ اليوتيوب احسن من البداية دي. راجل انا مش فاهم معاه ايه. الحمد لله، يعني ده انا بادئ اليوتيوب هفضل من الراجل ده. ايه القرف اللي هو معاه ده؟ شكل الراجل ده يعني مش فاهم، شكله على الله حكايته قوي. مش عارفه انا ايه اللي انا ماسكه ده. معانا هنحط الحاجات دي لان مش فاهم هي ايه لازمتها الصراحه. ترجع لي، تعالى وانتي تحطي، متعصبونيش. لا طب نرجع يا ابني الحاجات دي ونرجع كده. هو البي سي جاهز، بس الرئيس اللي شغال. ايوه اهو بيشتغل. تمام، هو الظاهر ان البي سي ميت، بس يلا اوكي. احنا هنضغط على ده الواي واي واي ده. اوكي، في حاجة تطبيقات بقى الهبل هنا محتاج نحملها وكده، بس بتبقى ممكن ورا الكواليس وممكن معاكم. اوكي، طبعا هنا النت يعني سرعته بطيئة، ان شاء الله نبقى نعدي سرعته. يا جماعة كل حاجة في اللعبة دي حقيقية، احنا كمان ممكن نلعب ألعاب جوه الكمبيوتر ده. كمبيوتر تيبلز. بصوا انا محتاجة حاجة كده اشتريها من وراكم. ده اللي احنا هو ده اللي احنا محتاجينه عشان بصوا الراجل خلاص. لا بقى عاملة زي انترنت في سيموليتر 2 بس على اسوأ بقى. تمام، وهنا بقى عشان الراجل ياخد دوش، فاهمين بقى ايه ده؟ هو الدش شغال كده ليه؟ عنه الدش يفضل جربان، انا مالي. هو اللي يستحم، انا مالي انا، وانا هدفع الفلوس دي كمان. يوه انا خلاص كتمان. تمام بس شيني و نروح بقى كده نشوف احنا هنعمل ايه. عشان انا اتعصبت، ده اصلا احتمال كبير ما نكملش السلسلة في اللعبة دي، بس يلا. جزم بقى هنا وهدوم للراجل، واحنا ملناش دعوة بالراجل احنا. تمام، انا معايا كام؟ لا فلوسي مش حلوة خالص. تمام، احنا هنخرج من هنا ونشوف لنا حاجة تانية بقى كده، او ندخل هنا عشان ايه؟ محتاجين نحمل البتاع اللي هنصور من عليه. معلش يا جماعة النت ضعيف في اللعبة بقى، الراجل ما دفعش الاشتراك اصلا. تمام، احنا محتاجين نحمل ستيم ده هوت، وده كمان، وده احنا هنحمل كل حاجة بقى. يلا كده كده بقى الجيران اللي عندهم نت حلو مش خسرانين حاجة. تاني الراجل محتاج ياكل، قلت له حاجة بيبيعها كده ولا بعليته.